لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد في عالم الرياضة. أسقط المدرب التونسي المهدي النفطي من قائمة فريق الوداد الرياضي النهائية للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 6 لاعبين، حيث أبعد كل من اللاعب همام باعوش والمهاجم عماد الخنوس بالإضافة للمدافعين سامي العنابي ويحيى النضراني، إلى جانب الحارس طه مريد والمهاجم الليبي مؤيد اللافي. ومن المنتظر أن يتم الحسم في اسم اللاعب السابع الذي سينضاف إلى قائمة المستبعدين ليتم تقليص اللائحة النهائية لفريق الوداد الرياضي إلى 23 لاعباً، وذلك استعداداً لمواجهة نادي الهلال السعودي يوم السبت القادم. أكدت تقارير صحفية سعودية على أن مدرب فريق الهلال السعودي ينكب حاليا على دراسة فريق الوداد الرياضي قبل المواجهة بين كلا الفريقين يوم السبت القادم، وذلك على أرضية مركب مولاي عبد الله بالرباط في ربع نهائي كأس العالم للأندية المنظم بالمغرب، حيث كلف الطاقم التقني المساعد له بإعداد تقرير خاص عن خصمه فريق الوداد الرياضي من خلال متابعة ودراسة أبرز نقاط القوة والضعف والجوانب الفنية بالفريق الأحمر من خلال فيديو للمباريات الأخيرة التي خاضها في بطولة الدوري المغربي، وذلك استعدادا لمواجهته في دور ربع نهائي كأس العالم للأندية